طلعوا، ما يطلعوا ليش 1000 ولا 2000 ويقولوا رموا علينا داروا علينا سلاح. طبيعي حيرموا عليكم، مستخفين بعددكم، ما فيش مظاهرة لمطالبة الحقوق فيها 200 نفر ولا 100 نفر ولا 1000 نفر. اطلعوا كلكم رجالة ونسوين وكبار وصغار، اطلعوا بمئات الالاف، اطلعوا بالمئتين الف. قديش بيعتقلوا بني ادم؟ بيعتقلوا 200 الف واحد؟ وين بيحطوهم؟ بيقتلوا 200 الف واحد، نهايتهم مستسلمين لمطالبكم. الحقوق تؤخذ ولا تعطى، لكن لو انت مقعمز في حوشك وعادي على الشباب اللي برا اللي طالعين يجيب لك حقك، انت هني غلطان. هم حينضروا لان هم ما لهمش درع يحميهم، انتوا عددكم مش هلبة. اطلعوا، شو انت استنوا قاعدين تتشكوا لي على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا لكم 9 سنين تتشكوا عليها، شو خدتوا منها؟ كما زايدين كفر عليكم، كما زايدين عليكم يقطعوا عليكم في الكهرباء ومعايشينكم من قله الموت، رجاله شيابين نسوين كبيره في السن تلقاهم واقفين مصباحات ربي على المصاري باش ياخذوا 100 جنيه ولا 200 جنيه. تطلعوا. راهم جبناء وخايفين منكم، شويه شباب نظموا لمظاهرات تم اعتقالهم، والله اعلم شو صاير فيهم توا. انا على خاطر تكلمت في السوشيال ميديا على طول حطوا اسمي باش على اساس لما نجي ليبيا يشدوني. راهم جبناء خايفين. انتوا خايفين منهم وهم خايفين منكم، انتوا ما تخافوش منهم. انتوا لو طلعتوا ب 300,000 واحد و 400,000 واحد عبيتوا الشوارع، درتوا عليهم ضغط غصب عنهم حيستجيبوا ليكم، حيعطوكم الضي والميه وكل شيء تبوه. لامتى حتقعدوا ساكتين؟ لامتى حتقعدوا عابين على الشباب الصغيره اللي عندهم غيريه اوكي على بلادهم يبوا حقوقهم يطلعوا، انتوا تقعدوا تتحموا في حياشكم؟ اطلعوا كلكم رجاله نسوين صغار كبار. قديش بيقتلوا واحد؟ قديش بيعتقلوا واحد؟ اطلعوا. راهو انك يكون عندك ضيف في حوشك هذه ابسط حقك، راهي راهو حاجه عاديه، المفروض حاجه انت ما تطلبهاش. ان يكون عندك ميه، انك انت تخدم وتاخذ راتبك، قصدي انت تخدم باش تاخذ راتبك، مش باش يشد عليك هو باش يمشي يمول حروب. لا، وطالعين اساس طالعين اساس قبل كان لا. واكثر ما حاجه ضحكتني لما صار الانفجار في بيروت ليبيا، حكومه ما نعرفش من هي تبي تدعم انت يا حرامي يا خناب يا منافق. ادعم بلادك، حب بلادك، حب شعبك، حب بلادك هيك، اتمنى لبلادك الخير اوكي. بلادك وشعبك على سيره كل انسان في الاخبار، الشعب اللي قتل بعض، الشعب الفقير، الشعب المنبود، الشعب لما يكون جوازه ازرق منبود في كل العالم، الشعب اللي في المطارات يتوقف ويتحقق معاه فقط على خاطر جنسيت، على خاطر انت تحب الشعبك. انت انسان حرامي خناب منافق، والغلط من الشعب، سكوتكم وخوفكم ودسانكم روحكم، داسين روحكم في حياشكم. تي من هو اللي حيجي تقع؟ تي من هو اللي حيعطيك ضي وانت تتشكى في السوشيال ميديا؟ والله ما والله ماكم رايين حاجه. اطلعوا، شو تستنوا؟ اطلعوا، الروح وحدة واللي حاط الركبه قطعها، على شو تستنوا؟ ريقي جف قاعد انت وياه شيباني، رجل برا ورجل في القبر، تتعاركوا لي على مين بيشد ليبيا ومخلين الشعب جعان ومتهان برا ليبيا، واللي يحرق واللي يموت في البحر واللي مش لاقي ما ياكل واللي 24 ساعة في الشوارع واللي واقف في طابور مرار، رجالة ونسوين كبار، وانت قاعد لي يخنايبي يخطو عليك باش انك انت تشد ليبيا، تشد على اساس انك انت انت لو مصلحتك على ليبيا اوكي، ما تخليش الشعب الليبي، تخليش المواطن الليبي قيمته تسوى صفر برا. نسو صفر برا، احنا الليبيين نسو برا صفر في سوق البني ادميين. مهما يصير في ليبيا حتى الاعلام ما يغطيش فينا، لانك انت حرامي وخناب وتشري في الناس، تشري في الاعلام الخارجي بالفلوس الليبيين يا مصخ يا حرامي يا